وانا ودي يا حاج. يا عم جلجل الله يبارك لك، ما ترزنيش في اكل عيش بقى. امتى امتى لحقت بقى محل اكل عيشك؟ ده انا سايبك امبارح بالليل صايع مشرب. انا معدي بالليل لقيت في يافطه على فطيره شكل الرسمه شدني وقمت داخل قلت لهم عايزين واحد له لقبه في الفطير والبيض يلا خش يا باشا. طب هات ال 200 جنيه اللي عليك بقى طالما اشتغلت. 200 جنيه يا جلجل؟ قعدت مع المعلم امبارح وقال لي 6 شهور اثبت ولاك الاول ما تكلمنيش في جنيه لحد ما تثبت. ليه؟ انت شغال في القطاع المصرفي؟ يا ابني الراجل ده بيستغلك وبيضحك عليك يا اهبل. جلجل ولا تمني كلمه على الراجل ده. 16 ساعه شغل بيديني وجبه ونايمني في المطبخ، مفيش كده في الدنيا. ده مشكوره ياكش تولع انت وهو يا شيخ. المهم خليني في اللي انا جاي اكلمك فيه. كتابه يا سيد اللي بتتكتب عليها القرار التاني النهارده. ما تصلي لك ركعتين يا جلجل كده، روح لحد يرقيك. طب ايه ياض؟ ما تشوفش ولك ياض. انا اسف يا معلم. درجه النار ولا ايه؟ انا اسف يا معلم. طلع من كلكل الله يبارك لك بقى، ما ترزنيش بقى يا عم. يا ابني انت ازاي تسمح لي اضربك كده؟ انت هزق يالا، ده مشغلك ببلاش. ما علينا. موضوع الكتابه ده تخليه سر بيني وبينك عشان اعرف استفيد منه كويس. انا اكتشفت يالا سيد ان موضوع الكتابه ده دايما بيجي في صالحي. يعني بسبب الكتابه انا انقذت حبيبه قلبي من الموت. انت بقيت تحب اجل وبقيت عاشق؟ بتحب؟ مين دي؟ مين؟